بالنسبة للمدينة أي حاجة فيها متوفرة، ده بالنسبة للمحلات والكلام ده أي حاجة بتلاقيها موجودة، دليفري موجود وكل حاجة موجود. مفيش باركن، وعايزين يبقى العربيات بتقف كتير فبتوقف في الطريق يعني شوية. الزبالة كتير موجودة هنا كتير بصراحة، المفروض تبقى أرقى من كده، المفروض برضو يهتموا ببعض، يسفلتوا الشوارع عشان تعتبر تبقى أرقى من كده بالنسبة للشوارع. نتكلم عن الزحمة شوية، نتكلم عن إن محتاجين شبكة مواصلات أطول أقوى شوية، محتاجين الطرق بدأوا يوسعوها شوية، ما هي ممكن باركينج قليلة شوية. احنا بصراحة هنا في التجمع الخامس هنا من أرقى المناطق اللي في التجمعات، منطقة جميلة وفيها عمال وفيها مناطق هنا جميلة جدا. المشكلة الوحيدة اللي بتقابلنا هنا الزحام المروري طبعا، فاحنا بنوجه للسادة المسؤولين هم يشوفوا حل للزحام المروري. يا ريت بس ينظم موضوع الميكروباصات، لأن ماشيهم بطريقة رهيبة يعني، ما والباركن، كل باركن في التجمع كله لازم يبقى عليه واحد أو اتنين أو ثلاثة عافيه بياخدوا من العربيات يعني. جميله جدا طبعا وحلوه، كل حاجه فيها ممتازه، بس يا ابي ناقص بعض الحاجات بس، ان الشارع هنا عاوز الاناره، بقى لها 10 سنين الاناره ما اتعملتش، والشارع ده عاوزين شارع رايح ويبقى شارع جاي، يعني الشارع بتاع المحكمه اللي يبقى ده اللي داخل، والشارع اللي قدام سفن ستار ده يبقى ده هو اللي خارج. المنطقه كويسه جدا ومحتاجه بس شويه استثمارات زياده في المكان، والحكومه تهتم بيها وتسرع بالمشروعات اللي هي قايمه بيها هنا، اكيد هتبقى المنطقه روعه يعني.